فترة الثانوية العامة، فترة بداية المدارس، فترة بداية بعد ما تبدأ المدارس بشهر أو شهرين، بداية أجازة الصيف، مش أجازة الصيف كلها، بداية أجازة الصيف، يعني بعد ما يخرجوا بقى من ثانوية عامة ويخرجوا يخلصوا ويخلصوا كل الناس تخلص أجازات شهر 6، ويعني من أواخر 5 لغاية 6 الدنيا بيبقى في إقبال. الفترات بقى بتقل، اللي هي الفترات بقى الأعياد، يعني بعد الأعياد بفترة نفضل في حالة خمول مرتبطة بالعنصر الاقتصادي والعناصر الاجتماعية على فكرة، يعني الناس تبقى خارجة من أجازات صارفة كتير، فإيه فبتقول هنخصف كمان أروح للدكتور، أو مرتبطة بال يعني لو أعباء بقى اجتماعية.